هذاك كان حش السامع بالتواليت، قلت له قوم اطلع ما راح اضربك اطلع. قال بس اعطيني مجال اغسل غسل وهذا. قلت له تعال ثلاثه، ذاك الثاني غرقته وهذا المصلخ. قلت له استر نفسك ولك استر نفسك، لا ميتن على رقعك حش السامع. قلت له من دفعكم علي ثلاثه فوق ثلاثه جوا جايين بهاي الخطه؟ كان يقول له حسيب. دزيت واحد من عندهم هذا اللي كان يخرع حش السامع، قلت له ولك تروح تقول للحسيب؟ قل له صارت الشغله وكانما انتوا ضاربيني. قال تم ابو شاهين. قالوا تعفى عني؟ قلت له والله ما لي شغله بيك بعد. قلت له هاي لازمه تشوار بعدك. كان يروح شباب اول ما قال الحسيب، قال الحسيب تعال السالفه ابا على حسيب اجي طب طاق له ثام، كان بوقت الثام احمر طاقه يتلفت كان حرامه مال طيور. فتحوا له باب الحمامات، اول ما طب انا كنت واقف فوق كان راسا هنا نقدر. قال هذا مني كان اشيله مني ذانا. قال ذاني ذاني ذاني. قلت له ارد اشيلك مني ذا. صعدت على التواليت يكرم طاره الله شبابك التواليتات ماكو. شلته مني ذانا. قلت له اصعد اصعد اصعد. شن قلت؟ قال ذانا صارت علج مطيته. قلت له اصعد اصعد اضل شايلك مني ذانك. صعد كان اطببه بالتواليت اغفلها علي. قلت له واحد من عندهم اركض شوف لي شكو بالغرفه جيب لي. قال ابو شاهين كل شيء ماكو بالغرفه غير كان ويانا ولد خطا يشتغل بالمطبخ خباص. قال بس طحين. قلت له نعمة الله توالية متر. بهذاك الوقت سويت لمثل الجولة من واحد يخسر ويترس وجهه طحين، طلعته بالممرات ترست وجهه طحين. قلت له ثلاثة في ثلاثة. قال تسعة. قلت له تسعة في تسعة. قال 81. قلت له 81 أجل أضربك اليوم وبطعم الطحين. شباب تارس لك وجهه طحين وعجول طحين وعجول طحين وعجول طحين وعجول طحين وعجول. طببت للقاطع السجن كله شرد، القاطع مالتنا كله شرد. قال طلع علينا جني قام ركضون بالممرات أباوة على بالغار إن جت العالم تركوا بعياط شكو الدنيا مقلوبة. قال أبو شاهين السودن إجانا واحد لحد الآن أتذكره اسمه مورا طويل كان مسؤول السجن بيده توثية دونك كان يفتح التوثية كان ضربنا بالتوثية هنا كان تنعوج أنا مثل أتعصب أصير مثل الصل. ضربنا بالتوثية كان تنعوج وشوية مالت هي تصير مثل الأريا ما سيارة انفتحت ثلاث قطع كان أخذ التوثية من عنده كان أرجع على راسه طن كان يقول كورفو. قلت له أبا أبوك حرقة أبا أبوك حرقك بل أنا طالبك